التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، وأكد مدبولي استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين. عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير جلسة مباحثات موسعة مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، وخلال اللقاء نوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5,665,000,000 دولار، محققا زيادة بلغت 23%. اليوم حجم الشركات الموجودة في أكبر تجمع للقطاع الخاص هو في مصر، 7,000 شركة سعودية، أكثر من 35 مليار دولار موجود. التبادل التجاري بين الدولتين تجاوز 60 مليار ريال. اليوم الحجم كبير، ولكن احنا نطمع والقيادة تطمع أنه نرفع من حجم هذه الاستثمارات. في دعم للقيادة من القيادة السعودية لجميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأعتقد اليوم أكبر وفد يزور مو بس مصر، العالم، هو اليوم في موجود في مصر. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي معرض ديارنا للحرف التراثية بنادي الصيد، يأتي ذلك في إطار خطة للتوسع في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية داخل وخارج مصر، بما يساهم في تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بدعم الوزارة في خلق فرص تسويقية.